وصلوا للالتر راديو هذا الدغوي، هذا المنظر الجميل دغوي، هذه المشاهد التي تظهر من هنا من دغوي الواد لوكوس، هذيك الشركة ديال هذه ديم جيجنت كيسميوها العريشين دغوي، القادة العظيمة القادة الحالمة راخيل غوميز هنا الشركة ديال الحوت سوري راخيل غوميز، هذا مع تاليكسوس كما ترون 1100 قبل الميلاد طريق طنجة، هناك شاطئ الصرمان بورليكسوس بورليكسوس شوف هوتيل بورليكسوس شوف الماشين طلع شوف شوف دابا من الشارع في الوسط شدو طريقنا الراديو كافي سانتاندير، ها هي على الشمال ميكانيك هنا بجميع قطع غير مستعملة الكليبات الله العظيم، زيد شوية جبر مقهى المنظر الجميل مقهى المنظر الجميل، على اليمين ديالي إصلاح الدراجات النارية، هنا البيان صيدلية البيان ها هي على اليسار، مسجد الأنصار على اليمين، هذا هو ألتر راديو خوتي، نوريكم فين كانت العليطة الله يذكرها بخير، هذا البناء عظيم كان هنا وقت قتلعوه وحد الاثر ما شاء الله كان كيبان في العريش كامل، انا ملي كنت كنقرا في ماء العينين كنت كنجي حتى للعليطه ونرجع مخبز على اليمين هنا فين كانت العليطه هنا بالضبط، ايوا دايم الله اخوتي مسجد الانصار كتاب قران دايم الله، كاينه مخابز كاينه فران كاين مخبازة أخرى كاين خير الله هنا في هذا الحي هذا ألتر راديو محركة الدنيا هنا، ناس من المنزل كيجيو يديو خبز من هنا خياط النجمة، مخبازة على اليسار شو هذه القهوة للرئيس النوني، الرئيس النوني خش عليكم من الشارع راكم عارفين الاحياء الشعبيه، هذا اخر الشارع شقق محل التجاري محفظه للبيع، من هنا كيبدا شارع عبد الرحمن الغفيقي، من هنا معهد السلام على اليسار، دابا حنا في حي السلام، السلام للتربيه والتعليم الخصوصي، هذه كريم خطابي طبعا، دائما في حي السلام اقتربنا من مسجد السلام، الله يسلمنا ويسلمكم من كل اذى، هذا معروف هنا مول القطان مطارب هو معروف هنايا فرشة الدكالي، وهو المسجد ها هو مسجد السلام، يا سلام هو فاتح الابواب ديالو دابا استعدادا لصلاة العصر، هذا اليوم وهو يوم الاحد 20 اكتوبر، تحية لكم ايها الاحباب، تحية للمراسلات ديالكم الكلمات ديالكم معبرة، الاحياء الشعبية كتجبر فيها الخبز كتجبر فيها الحلوى كتجبر فيها مسائل المتطلبات اليومية، وكلما كانت القيمة ديال المنتوج الغذائي رخيصة كلما كيكون الفائدة ديالها قليلة، باش نكونوا واضحين الحلوى اللي كدير درهم ماشي هي الحلوى اللي كدير 3 دراهم،
شارع ضحمان الغافقي، صيدلية الكوثر، حي المحصحص، مولاتها الدكتورة كوثر نقيبة صيدلة العرائش. المحصحص على اليمين، ديور غارسيا على اليسار، مخبزة رومانس فوتناها البارح، خليت واحد التحية تما، نتمنى توصلوا. رومانس متابع قوي، متابع القناة، جزاه الله خيرا كما أسأل الله الجزاء الجميع، الجزاء الأوفى. مقهى الأخوي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الميت وهو على كل شيء قدير. تحية لكم يا من تسمعونني. واحد جيم تعليق، بارطاج الحباب. مرحبا، وشكون ما كيعرفش الرحبة، وشكون ما زارش الرحبة، ماشي علاش اللي ما زارش الرحبة، رحبة الصرع. الحوت كيكون هنا في الليل، 10 الليل الفوق، شتى أنواع السمك كتكون هنا خوتي في الليل، هاد المكان. خبزات حلويات أزير، أزير على اليمين وعلى اليسار الحلوى، نبدا شوية نجبرو مخبزات الرحمة، يا هادي مخبزة واعرة. إيوا حنا دابا في شارع الحسن الثاني خوتي، قلب شارع الحسن الثاني، راجلين من نوع الحديد هنا، هنا كتشوفو بيع الشراء ديال الأثاث، الملابس، الإلكترونيات، فندق العرائش، فندق جديد، المخبزة هنا قريب، واعر أخوتي، عندها الخبز واعر، صدقوني. فين كاينه هاد الطروبسين هنا، المخبزة فنة. يلا الحباب تهلاو لي في هاد الفيديو، بغيت نطلع نشوفو واصل 2000 ولا 3000 مشاهد، الله يجازيكم بخير. تحياتي للجميع إلى الملتقى. سالينا في صحة المانوزي هنا حد ديالنا خوتي، تبارك الله عليكم، الله ييسر الأمور للجميع.